شنو الإكراهات اللي تتعاني منها المهندسة المغربية؟ وهي الإكراهات بالنسبة للمهندسين بصفة عامة راهم تسارعوا مؤخرا، وبالنسبة للمرأة بصفة خاصة نقدروا نقولوا بلي كاينين إكراهات، يعني من حيث إسناد المسؤولية، من حيث الظروف الخاصة ولا ظروف النوع، يعني كتكون شي مرات غير ليست في صالح المرأة. والحمد لله يعني كاينه إرادة لا بالنسبة لا من طرف النساء المهندسات، هما مصرين على أنهم يفرضوا رأسهم بالكفاءات ديالهم في المجال، يعني في المجال، لا في المجال العلمي ولا في القطاع الخاص ولا في القطاع العام. والحمد لله كاينه إرادة ملكية اللي أعطت إشارات للحكومة باش أنهم المرأة يعني مواكبتها وترحب بها في جميع المجالات. الملاحظ أن الأورش الكبرى اللي كاينه في المغرب تيشرفوا عليها يعني مهندسي الرجال، واش يعني المرأة ما تتمش في وضع فيها الثقة في هذا المجال؟ لا، غير حين دابا تقريبا في الرأي العام حين تنسمعوا مهندسة يعني كنقولوا ولا مهندس بصفة عامة كنقولوا لو باتيمون ولا جيني سيفيل، يعني هذا هو تقريبا في المنظور ديالنا مهندس هو جيني سيفيل. لا، المهندس راه كاين قطاعات عدة اللي فيهم الهندسة، وكاين قطاعات اللي المرأة المغربية بالضبط المهندسة رائدة فيهم. يعني هذا غلط، يعني هذا كنصحح زعما من هذا المنبر كنصحح هذه الرؤية. بالعكس، المرأة راه متواجدة في جميع القطاعات. ممكن يكون يعني في لابخاتيك، يعني في لو تيغان، يعني ما كاينش واحد الحضور اللي كبير بزاف، ولكن هذا لا يعني أنها غير متواجدة، هي قيمة مضافة في جميع المجالات، هذا ما لا شك فيه.